خيمات اللاجئين معروفة، كل شهر رمضان بصير عنا بطولة بتجمع يعني الأحباب هنا في الملعب هذا، أعداد كثيرة يعني من كل رفح بيجوا بيشاركوا في الملعب، يعني فوق ال 32 فريق، وبكون في أعمارهم صغيرة وفي كبيرة. أنا الحين تجاوزت العمر الأربعين لكن بلعب مع لاعب عمره 20 سنة، هذا الملعب دائما يعني بكون زي مراية للاعب الصغار، بكون هو يعني بصير هدفه إنه يلعب فيه، بعد ما بصير يلعب فيه بصير إيش؟ بيكبر وبينما في الملعب هذا، بس بكون دائما هدفه إنه يوصل للملعب هذا، بيوصل واحدة واحدة لما بصير لاعب كبير إن شاء الله. أنا مواليد 73، من يوم ما انولدت لحتى اللحظة هذه، وأنا كل سنة في رمضان بنيجي نتفرج على الأورات الرمضانية هذه في شهر رمضان، تجي الجماهير هنا كثير وتتفرج وتنبسط وتتمتع في الأجواء الرمضانية، تكون الأجواء مشدودة هيك وحماسية، ويعني أولادنا في الملعب هذا، احنا بنيجي مثلا بنشجعهم أو بنأزر بنوقف معهم وبنأزرهم وبنشد من أزرهم عشان تكون الأجواء حماسية وحلوة. أجي أنا وصاحبي أحضر المباراة ونبسط ونضيع وقت ونفسي ضيع زهقه هنا، ومش سن واحد دائما يعني، سن صغير كبير كل واحد عادي يعني. أنا بدايتي كانت زي ما بتحكيت، كنت طفل صغير كنت أتفرج على اللعيب الكبار، لما صرت وصار طموحي إن أنا أكبر وكبرت مع الملعب هذا، وصلت لعبة الخدمات، لعبة منتخب فلسطين، مثلت بلدي الحمد لله، ورجعنا لنفس المكان، رجعنا لنفس الملعب. بس اليوم لما أنا باجي في الملعب هذا بنزل للمستوى تاع الرياضة تاعه، للروح، للمحبة هنا، ولطابع خاص تجمعنا، بنحب إحنا الملعب اللي زي هذا. شايف انت العمران والمباني هذه، قبل هذا قبل 30 سنة أو 20 سنة ما كانت الشادة كلها، كانت هذه فاضية، مناطق فاضية، ولكن كل هذا مع الاكتظاظ السكاني انتشرت الناس في المناطق هذه وضيقت مناطق الملاعب، يعني ما فيش ملاعب، احنا يعني بنفتقر للملاعب، ما ضلش يعني في المنطقة إلا الملعب هذا، الملعب الوحيد اللي بيصير عليه الدورات الرمضانية واللي متنفس الوحيد لأولادنا ولشبابنا في المنطقة.